السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله هنراجع مع بعض النهاردة ونحل على الوحدة الثالثة منهج تانية ثانوي. يلا بينا مع بعض نروح نتفرج على بعض الـ language notes و exhibitions والقواعد، نراجعها مع بعض تاني. أول حاجة كان عندي كلمة cause و reason و reason why. طبعا أول حاجة كلمة cause يا شباب ممكن تمشي فيرب وناون في نفس الوقت، يسبب وسبب، وتاخد دايما عادة كلمة of، the cause of، the reason for. فلو احنا جينا بصينا كده مع بعض، the major cause يبقى هنا السبب الرئيسي، يبقى هنا جاي كناون. What caused you؟ ايه اللي خلاك او سبب لك انك انت تغير رأيك؟ ده فيرب. The fire caused برضو هنا سببت، يبقى هنا الاتنين دول فيرب وهنا ايه؟ ناون. طبعا معنى الجملة هيبقى معاك جدا. reason اللي هو السبب او التبرير، وبيجي دايما معاها for، او يفكر او يصل الى راي. لو انا جيت بصيت هنا كده، people have different reasons، يبقى اسباب مختلفه، يبقى هنا noun. we reason that احنا وصلنا لراي ان، واكمل الكلام بتاعي، يبقى هنا جايه كفر. reason هو why، وهي وهذا هو السبب، وبيجي وراها جمله طبعا I don't know the reason، انا مش عارف السبب. why he was absent، هنا جمله كامله. نيجي برضو دولت خدناهم في اعدادي، earth ground land soil floor، من غير حتى ما تقعد تقرا كده. الايرث اللي هو الكره الارضيه على بعضها كده، الارض is not flat، مش منبطحه او مش مستوي. ground اللي هو الارض اللي بنمشي عليها بره، ارض فضاء. on my way home my bag dropped on the ground، وقعت على الارض. land اللي هي اليابسه، اللي هو الكره الارضيه بتنقسم الى يابسه وماء، water and land. السويل اللي بنزرع فيها، ودي معروفه طبعا. الفلور اللي هو الطابق او الدور او الارضيه بتاعه الايه، البنايه او المكان اللي انا قاعد فيه. لوكال اللي هو يعتبر محلي، منطقه معينه، او احد السكان المحليين. علاء worked in the local newspaper، الجريده المحليه. we asked one of the locals اللي هم الناس اللي ايه، المحليين اللي هم موجودين في البلد يعني. ناشونال طبعا قومي او وطني، وانترناشونال دولي. ناشونال قومي خاص بالبلد معينه، لكن انترناشونال اكثر من ايه، من دوله. ساوس وساذرن، ساوس اللي هو الجنوب نفسه، ودول الاربع اتجاهات الاصليه، ولما بجمع كل اتنين مع بعض نورث ايست نورث ويست ساوث ايست ساوث ويست، يديني الاتجاهات الفرعيه. طبعا عشان احولها بنحط لها اي ار ان اللي هو تبقى صفه. ماي كازنز ليف ان ذا ساوث اوف ايجيبت، في جنوب مصر. ان ساذرن ايجيبت، في برضو جنوب ايه، مصر اللي هي تحت في الجنوب برضه، بس هو عملها هنا كصفه يعني. بيقول لك خلي بالك هنا بنستخدم ويل نيد تو بمعنى سوف يجب، او بنفس استخدام ويل هاف تو، هي هي يعني احنا نحتاج ان احنا نعمل كذا، او سوف نضطر ان احنا نفعل كذا، هي هي ويل نيد تو الفعل في الايه؟ في الانفينيتيف في المصدر. برضه هنا بيقول لك استخدم كلمه جيت بدلا من فيرب تو بي. ميني تريز اللي هي ار كات داون، هي بتساوي get cut down، الاثنين واحد يعني. But in the 1990s the government started working، كلمة start بيجي وراها verb زاد ing أو to الفعل في الإيه؟ في المصدر، ودي عارفينها زي كلمة begin برضو. And the number of trees cut down there has been getting smaller every year. طبعا هنا بيقول لك الجملة أصلها، لو احنا جينا بصينا كده، and the number of trees which are cut down، التي قطعت او اللي بتقطع. هنا جمله مبنيه للمجهول، فانا بحط هنا التصريف الثالث على طول بدل which وايه وار، والكلام ده هتاخدوه بعد كده في قاعده which وار او which واز وكلام من ده، وتكون الجمله مبنيه للمجهول، فيمكن حذفهم ونحط على طول التصريف الثالث للايه، الفعل، صيغه المبني للمجهول. ده كده كان الكلمات او حروف الجر او الاكسبريشنز الموجوده، اللانجوج نوتس الموجوده في الجزء الاولاني. هنشوف مع بعض كده القاعده كانت بتتكلم على الفيوتشر فورم والفيوتشر كونتينوس. انا عندي كام فورم يا شباب للفيوتشر؟ عندي اربع فورمز، ويل او وونت والفعل في المصدر، وفي ام واز ار جوينج تو الفعل في المصدر، وعندي ام واز ار فيرب زائد اي ان جي، وعندي بريزنت سيمبل. طبعا امتى بنستخدم كلمه ويل؟ هنشوف مع بعض كده يا شباب. ويل والفعل في المصدر، قرارات فوريه، وانا قاعد كده على طول، احنا او انا بحب هذا الحذاء، انا هشتريه على طول. الاب بيقول انا عطشان، I'll get you، هجيب لك على طول. انا قرارات سريعه.
حقائق طبعا في المستقبل. السنة الجاية هيبقى عندي 20 سنة، مازن will be 9 years next month أو today، النهاردة 10 سبتمبر، بكرة يبقى 11، حاجات كلها حقيقية، فباخد في المستقبل طبعا. تنبؤ غير قائم على دليل، مفيش دليل. ايجيبت ويل وين، هتكسب الكأس اللي جاي طبعا، احنا يعني بنتوقع بس بنسبة عالية. it will rain heavily tomorrow، انا حاسس ان الجو ساقع فممكن تمطر بكرة. في بقى اكسبريشنز تيجي معايا يا شباب، اللي هي كلمة بروميس، كلمة اكسبكت، كلمة هوب، بريدكت، ثينك، بيليف، هم هتلاقيهم موجودين عندك اهم اهم ماشي كده معايا. ثينك، اي ام شور، بيرهابس، بروبابلي، كل ده بياخد ويل والفعل في الايه؟ في المصدر. طبعا الكلام ده كله موجود في الفيديو الاساسي، طبعا الكلام ده بيتحفظ. اما اعرض حاجه على حد اقول له ويل اي هيلب يو، او ايل هيلب يو، او ايل كوك دينر، طبعا انت تعبانه يا ماما انا هطبخ انا، يبقى انا بعرض ايه عليه. ممكن برضو في الطلب ويل يو هيلب مي، ممكن تساعدني، ويل يو جيت مي 2 كيلوز اوف كذا، طبعا ده طلب. تهديد ثريتس، اف يو ميك، طبعا بص حتى لو انت لاحظت هي قاعده اف في الحاله الاولى فعل مضارع بسيط، لما الثانيه ويل فعل في المصدر، فبدخلها في التهديد هنا. بيهيف ويل، اتصرف كويس، والا كلمه اور هنا تهديد، ايل واكمل الكلام. تحذير برضه ممكن استخدم في اف، اف وي دونت ارايف ايرلي، لو ما وصلناش بدري، وي دونت فايند، او وي وونت فايند، مش هنجد ابليس مكان. فاكتوريز ماست ستوب بلوتينج، المفروض المصانع تتوقف عن التلوث، تلويث الهواء، اور والا برضه هنا في تحذير، وونت الفعل في الايه؟ في الانفينيت. حته بقى جميله جدا انا قلت لكم برضه في الفيديوهات اللي فاتت، ان انا لو خليت كلمه هوب في المضارع خليتها في الماضي يعني او صوت، يبقى كلمه ويل هتبقى وود. لو حطيت برومس تو فعل في الايه؟ في المصدر، اي برومس ديزيم تو. جاست ديسايدد، حته مهمه جدا يا شباب، هتاخد برضه ويل والفعل في المصدر، لان يعني كلمه ديسايدد بس كده لوحدها، وهاف ديسايدد هتيجي مضارع بتاع ده ام ويز ار جوينج تو، لكن ساعه ما احط معاها كلمه جاست يبقى حالا، يبقى زي القرار السريع بالظبط. حته جميله طبعا. اور على طول بتصدم في التحذير، فباخد معاها ايه؟ وونت، والفعل في الايه؟ في المصدر. ده النوع الثاني اللي هو ام از ار جوينج تو، الفعل في المصدر. طب امتى بنستخدمه يا شباب؟ خطه، نوايا، قرارات، حته مهمه جدا، اللي هو البلان او الديسيشن او الانتنشن، دول مهمين جدا، اخد ام از ار جوينج تو. او تنبؤ بدليل، اللي فوق من غير دليل. هنا بص 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 كده عليه، هي از جوينج تو وين، هو هيكسب الايه؟ السباق خلاص اهو. هي از اهيد اوف ذا اذر رانرز، يعني خلاص ده هو قدام التاني على طول. ذا وول از موفينج، الجدار بيتحرك، ذا جوينج تو فول، هيقع، كل ده واضح قدامي وفي دليل على انه هي ايه؟ هيحصل فيه حاجه. ده بالنسبه للجوينج تو. طبعا عندي برضو المستقبل المستمر، في اتنين بقى يا شباب هو مش جايبهم، ممكن يقابلنا كمان شويه في الجزء التالت والرابع اللي احنا قلنا عليهم، ام از ار، فيربز اد ان جي، والبريزنت سيمبل. المضارع او المستقبل المستمر بقى يا شباب الاكسبريشن كده بحفظه، ويل بي فيرب زاين ايه؟ ان جي. كل اللي يحصل ان هيبقى الكلام ده مستمر في المستقبل، يعني في الوقت ده في المستقبل، بكره مثلا الساعه 2 هكون بعمل كذا، يبقى فينا مستقبل مستمر، او وونت بي فيرب زاين جي. ولو السؤال طبعا سهل جدا، فعل مساعد فاعل بي فيرب زاين جي، او اداه استفهام فعل مساعد فاعل بي فيرب زاين ايه؟ ان جي. طيب بص كده، دونت فون مي ات، ما تتصلش بيا بكره الساعه 11، ليه؟ انا هكون نايم في هذا الوقت، ات ذيس تايم. طيب ايل بي بلاينج جولف اون فرايداي، يعني انا هلعب او انا بلعب جولف افري فرايداي، اتس بارت اوف ماي روتين، ده يعني حاجه موجوده معايا، روتين بتاعي. ايل بي سينج فتحي تومورو، انا هكون بقابل فتحي بكره، يبقى في استمرار في الحدث هنا. وي ورك ان ذا سيم اوفيس سو وي ويل ديفينتلي ميت، حته مهمه جدا الحته دي، على الرغم ان كلمه سي ما بيجيش معايا فيربز اي ان جي، لكن هنا معناها بمعنى يقابل، وحته حلوه جدا جدا جدا. برضه ما احب اسال هنا بقى ترتيبات شخص، يعني هتقول له ويل يو بي جوينج تو ذا سوبر ماركت، انت بكره تبقى في السوبر ماركت، كان يو باي مي سام تي، عشان هنا ممكن تشتري معاك شويه شاي يعني. برضه هنا عندي many more people may be living in Cairo في خلال 50 سنة اللي جاية، in the next 50 years. يبقى هنا بستخدم عن تعبير عن أحداث ممكن أن تحدث في الإيه؟ في المستقبل، وهيكون فيها برضه استمرار، هيبقوا عايشين قاعدين. طبعا بنستخدم المستقبل المستمر مع التعبيرات، فيها دايما استمرار أهو يا شباب، all night, all day, all tomorrow, all next week, this time tomorrow, this time next week, this time next year. ات الساعة 2 بكرة، ات الساعة 2 الأسبوع اللي جاي، فروم كذا تو كذا بكرة، من الساعة 2 للساعة 3 هكون قاعد بعمل كذا، ان ان اورز تايم. طبعا هنا اور اللي هو الساعة يعني.
طيب ال advanced points هناك افعال لا تستخدم في الاستمرار واحنا عارفينها طبعا، اللي هي في فيرب هاف. هاف ده يا شباب اما يكون جاي بمعنى يمتلك ما ينفعش ان انا احط فيها اي ان جي. امتى بستخدم فيها اي ان جي؟ ودي حته مهمه جدا قلناها قبل كده، لما اكون بستخدمها بمعنى يتناول، يعني اللي هو يتناول الغداء. طبعا هو بيقول بكره في الوقت ده انا هكون بتناول كذا. بصوا هنا برضو في هذا الوقت السنه اللي جايه I'll have had my graduation، هكون حصلت على الشهاده التخرج بتاعتي. وخلي بالك هنا ما ينفعش مع عندي او يمتلك او كذا اخد معاها اي ان ايه ان جي. لو وجد رابط زمني نستخدم بعده مضارع بسيط او المستمر ولا نستخدم المستقبل. طبعا زي قاعده هوايل هنا المستقبل المستمر اهو I'll be studying my lessons while my father is watching. هنا طبعا قاعده هوايل اصلا عارفين يا شباب نيجي معاها في الاساس هناك ماضي مستمر، فاحنا هنخليه مضارع مستمر. ليه؟ عشان في هنا will be verb زائد اي ان ايه جي، انا هكون بذاكر الدروس بتاعتي مثلا على سبيل المثال بكره في الوقت اللي بابايا هيكون قاعد بيعمل كذا. في جزء تاني طبعا لان ده مش زي الكتاب التاني، في الدرس الثالث والرابع هنشوف برضو شوية اللانجوش نوتس الموجودة فيه. سنة تانية فيها قطع كتير جدا قراءة. شوف كده مع بعض النوتس اللي موجودة هنا على الفوكاب. كلمة تيستي وتيستفول. كلمة تيستي ذو مذاق جيد وتستخدم في الطعام فقط، الأكل ده حلو ماشي، لكن هنا تيستفول يعني مختار الشيء ده بعناية، يعني عنده ذوق، يعني اللي هي وتيستفول فرنيتشر يعني أساس شكله جميل اختراه بطريقه جيده او بعنايه. طبعا ده خدناه 100 مره. ايرن يكسب فلوس او ايرن هيز ليفنج مش موجوده هنا طبعا تحفظها. جين يكسب شيء معنوي زي الخبره اكسبيرينس الوزن. كلمه جين سبيد او ويت اهوت. وين يفوز بمباراه او بجائزه او بمسابقه طبعا في الماضي عادي. بيت يهزم او يتغلب على الفريق بتاعه او صديقه او اي حد. لوز ومس طبعا ده بتاع اعدادي. لوز يا اما يفقد شيء او يخسر شيء اللي هي يفقد الهاند باج او الفلوس، او لوست ذا فاينل ماتش يخسر الماتش، وفي لوز ويت زي ما احنا قلنا يفقد الوزن. مس بقى يا شباب اللي هو يفتقد شخص او الاسره، وهنا ما يلحقش القطر. وقلت لكم قبل كده في حاجه اسمها مس ذا بول يعني لم يحرز ايه هدف. كلمه فريش لها كذا معنى، بمعنى طازج فريش جوس، بمعنى جديد فريش ايدياز افكار جديده او شيقه. حديث اللي هي الشيرت ده فريش لسه حديث، او الماركس العلامات اللي موجوده على القميص ديت لسه جديده لسه من وقت قصير. او نشيط او مليء بالحيويه اللي هي الفريق از ستيل لوك فريش ما زال عنده لياقه او عنده حيويه. الحته دي جميله جدا يا شباب. او الدور واو الدورز قلت لكم طبعا شرحتها لكم قبل كده. او الدور الصفه دي لازم يجي وراها اسم. بص او الدور اكتيفيتيز او الدور جيمز، لكن اوت دورز بس اللي هي حاجات خارج المنزل على طول، او اندورز بس حاجات داخل المنزل برضه طبعا. دي عكسها يا شباب اندور واندورز طبعا ده هتبقى داخل اللي هي الثانيه يعني اللي هي كلمه اندور واندورز. واوت دور واوت دورز اللي هي بالخارج طبعا. الحته دي جميله جدا هتلاقيها موجوده عندكم برضه في الجزء بتاع القواعد اللي هو بتاع الصفه، مش فاكر احنا قلناها باين في الوحده الثانيه على ما اعتقد، اللي هي احط كلمه a lot more people او much more people. دي طبعا بتستخدم قبل صفات المقارنه للتعبير عن الاختلاف الكبير بين طرفي المقارنه. كلمه suggest طبعا يا شباب بيجي وراها ذات، وممكن يجي وراها جمله عاديه او فيرب زاد اي ان ايه ان جي. evidence suggests that keeping livestock will not be sustainable. او all the evidence suggests that وبعدين فاعل وفعل. طبعا هي كود وفعل في المصدر حتى لو من غير كود يا شباب او اي هنا فاعل يعني فعل في الايه في الانفينيتيف طبعا ده موجود في اعدادي برضو. في برضو يا شباب ممكن نحط الذات خالص suggest verb زي ing على طول، زي مثلا I suggest going to كذا.
لكن لما احط فاعل يبقى الفعل في الايه؟ في المصدر. اهو اي سجست جوينج مكتوب اهي. One problem we will have is finding. طبعا am is are verbs are ing هنا مش مضارع مستمر، ولكن هنا ايجاد ارض كافيه معنى يعني. This is a big help for farmers living، الناس اللي عايشين. يبقى هنا who live اللي عايشين، فانا بشيل ال who واحط verb زد ان ايه؟ ان جي. دي برضو جمله مهمه جدا. طبعا هو شال هنا ضمير الوصل هو واستخدم verb زد ان ايه؟ ان جي. I will explain what urban farming is and why he wants to do. طبعا استخدمت صيغه الجمله فاعل زائد فعل بعد ادوات الاستفهام. What urban farming is and why he wants. لماذا هو؟ لانها جمله تعتبر جمله خبريه يعني في صيغه غير الايه؟ المباشر. طبعا ده الكلام ده هتعرفوه او خدتوه قبل كده في اعدادي، لما تكون الجمله في صيغه المباشر ما بتبقاش السؤال في صيغه الاستفهام، بيبقى الفاعل قبل الايه؟ قبل الفعل. هتلاقي فيه طبعا اكيد برضو جزء تاني للقواعد هنا، اللي هو اكيد هيجي في الفيرب زاد اي ان جي زي ما قلت لك اهوت. طبعا احنا عندنا دي رابع حاجه، بس هو جايبهم هنا واحد اتنين في المستقبل برضو يا شباب اهو، طرق اخرى للتعبير عن المستقبل. خدتوه برضو في اعدادي تالت اعدادي، اللي هو البريزنت سيمبل بيعبر عن جدول مواعيد. باخد الفعل اس او ما فيش اس مع الاي اليو الوي ازاي، الفعل في المصدر مع الهي والشي والات اهوت زي ما قلت لك، مع القطارات الطيارات الاتوبيسات المسارح التلفزيون جدول المواعيد بتاع الحصه، كل ده يا شباب ياخد اس او مفيش اس. ماشي، دي مهمه جدا. طبعا النوع الرابع اللي هو البريزنت كونتينوس اللي هو ام از ار فيربز ان جي، ده بستخدمه يا شباب في البريباريشن في التحضير، اما اجي احضر لشيء بريبير او ارينج الارينجمنتس اللي هي الترتيبات اهو كلمه ارينج. طيب بعرف ازاي يا مستر؟ يعني مثلا انا مسافر صح، يبقى انا جهزت التذكره بتاعتي، يبقى انا كده خلاص اخد ام از ار فيرب زائد اي ان جي، يبقى انا كده رتبت خلاص. لكن لو انا يا شباب مسافر ولسه ما رتبتش، يبقى انا كده عندي نيه ام از ار جوينج تو فعل في المصدر. برضو هنا وي ار جيفينج ا بارتي تومورو، يبقى هنا كل شيء معد او مجهز. نروح بقى مع بعض كده نشوف حل على يونت 3 الجزء الاولاني الكويز الاولاني. وي شود ورك هارد، يجب ان نعمل بجد تو اتشيف gradual and space economic growth اللي هو النمو الاقتصادي. طبعا هنا عايزين gradual تدريجي، وايه كمان يا شباب؟ sustainable يعني دائم. كل ده تلاقيه عندك بقى في الكلمات حفظ الكلمات. I was impressed، انا كنت مبهور جدا by the space of dishes on the restaurant's menu اللي هي قائمه المطعم. طبعا هنا ذاك كذا، يبقى عايز هنا نون يا شباب بالتنوع في الاكلات اسمها variety. Many cleaning products اللي هي منتجات التنظيف طبعا المنظفات يعني contain تحتوي على that can be harmful، طبعا اكيد يعني بتحتوي على chemicals مواد كيماويه. Space is animals such as cows sheep، طبعا دول حفظناهم وخدناهم 100 مره اللي هي اللايف ستوك اللي هي الماشيه. رايس الرز از امين سبيس فور مور ذان هاف اوف ذا وورلدز بوبيوليشن، طبعا ده اكيد المحصول الرئيسي اللي الناس كلها بتاكله. ذا بوليس ان ماي كانتري ار نون تو بي فيري بريف، مشهور ان هو طبعا شجاع اند ستريكت وصارم. زي سبيس اني سيف ايزلي، يبقى طبعا اكيد هم زي ويل اريست. في حته برضو يا شباب احنا ما قلناهاش، ان لما يكون في سمه معينه موجوده في الشخص اخد ويل والفعل في المصدر، لكن لو انا عندي الشخص بيحاول ان هو يجتهد اخد ام از ار جوينج تو والفعل في المصدر. طبعا ده هتلاقوه في الفيديو الاساسي، بما انها مراجعه ممكن تلاقي بعض الحاجات هتعدي مننا طبعا، فاللي عايز في الفيديوهات الاساسيه بتاعت كل زمن لوحده او الزمن بتاع الوحده برضو ساعات بعمل له فيديو لوحده فهتروح تسمعه هناك. ده مراجعه طبعا، احنا بنفكر الناس بس ببعض الحاجات كده. This time next week، يبقى هنا على طول يا شباب هاخد ايه؟ will be verbs ing. اه في هذا الوقت الاسبوع اللي جاي اخد will be verbs ing مستقبل مستمر. Before I go to China next year I space some Cantonese، طبعا هنا يبقى هيعمل او هيتعلم، يبقى I am
going to learn سوف أتعلم. This building is old. المبنى ده قديم. It space at any time. يبقى من الممكن ان هو وبدام هو قديم طبعا يبقى هنا في كلابس طبعا يعني هينهار يعني طبعا يبقى فينا الى حد ما ثقة شوية انه ممكن ايه ينهار. طبعا هو ممكن يكون قديم وما ينهارش عشان كده احنا ما خدناش ايه going to ما فيش دليل هنا. نمبر 10 صلاح از شوتينج ا بينالتي بيشوط ضرب الجزاء هي سبيس ا جول طبعا هنا على وشك انه يحرز يبقى هي از جوينج تو سكور. طبعا احنا قلنا الكلام ده مش هيجي في الامتحان بنفس المنظر ده يا شباب طبعا كانت اكيد يعني النظام ده كان قديم بالنسبه لهم او ما اعرفش ما جايبينه ليه بالطريقه دي. رين فورستس اللي هي الغابات المطيره ار فيري امبورتنت فور لايف اون ذا ايرث ان ذا باست زي كفرد ميني هم كانوا بيغطوا طبعا اكيد مناطق يبقى ارياز ديستريكت ده حي يا شباب ان ايشا ان ساوث امريكا انفورشنتلي فارمرز بيجان تو كات ذم اسمها كات ايه يا شباب حافظينها طبعا كات داون يقطعوهم ايفن سيت فاير عشان يعملوا نار تو ذم تو جرو عشان يزرعوا اكيد طبعا الايه المحاصيل. زي ار سيرستي بيرسنت يوجد حوالي 30% سمولر ذان زي وير ان ذا باست This is one of the main causes. طبعا لسه قايلين دلوقتي يا شباب كلمة cause بتاخد of لكن the reason for. If we lose more of these forests لو فقدنا طبعا هذه الفرص we won't be able to continue مش هنقدر ان احنا نكمل space food production طبعا sustainable يبقى دائم يعني مش هنعرف يبقى عندنا اكل او انتاج اكل دائم. This will affect ده هيأثر على اكيد كمية الاكسجين. اللي عايز يترجم معايا يا شباب او يكتب او يركز معايا. One of the most important causes of climate change is cutting down forests نفس الكلام برضو especially rainforests. This leads to more carbon dioxide طبعا عارفين الكلام ده which affects the earth badly. طبعا احد اهم اسباب التغير المناخي هو قطع الغابات وخاصة الغابات الاستوائية اللي هي كثيرة الامطار فهذا يؤدي الى زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون مما يؤثر على الكرة الارضية بشكل سيء. يعتبر البناء على الارض الزراعية جريمة لانه يقلل مساحة الارض المتاحة لانتاج الغذاء مما يحد من الانتاج المستدام للغذاء وهذا يدفعنا الى طريق او طرق جديدة قد تكون مكلفة. طبعا هنا building on the agriculture agriculture اللي هي معاها كلمة land طبعا أرض زراعية يبقى building on the agriculture land is considered يعتبر طبعا a crime جريمة C-R-I-M-E because it reduces the land available الأرض المتاحة for food production. نقطة this will limit هذا هيحد من sustainable food اللي هو الاكل المستدام للغذاء production which will make us هيخلينا resort to new يعني هيدفعنا الى resort to new methods اللي هي طرق M E T H O D S that could be costly قد تكون مكلفة جاي من كلمة cost C O S T. شوف كده الكويز الثاني the lady was relieved when she knew أو when she knew لما عرفت that the dress is also space in larger size. طبعا لما عرفت ايه بقى اكيد هنا new مش نو هي ايه لان هنا طبعا في الباست لما عرفت ان هو متاح موجود يعني موجود منه حجم اكبر. police expects experts اللي هم خبراء الشرطة are still collecting space as a scene scene of the crime يا شباب اللي هو مسرح الجريمة طبعا اكيد بيجمعوا ايه ده حاجة معروفة طبعا اللي هو الدليل evidence. These photographs are a direct space with the past طبعا هنا هي ايه مباشر مع الماضي طبعا هو ربط مباشر بكذا link رابط مباشر. We're looking for someone to space our secretary طبعا هنا علشان يحل محل our secretary replace.
why don't we have breakfast space for a change؟ طبعا for a change هنا يا شباب من على سبيل التغيير يعني. ركز هنا بقى معايا كده، هنا مفيش اسم، تبقى اوت دورز بس. بنخرج بره يعني. In the future في المستقبل scientists العلماء and engineers space hard to reduce the effects of climate change. طبعا هم في المستقبل يبقى طبعا will be working، هيكونوا بيعملوا على او بيعملوا بجد علشان يقللوا كذا. الكلام ده هيبقى في المستقبل. Don't ask أحمد to cook the meat، ما تطلبش من أحمد أن يطبخ اللحمة. He space it، طبعا أكيد هو هيحرقها، يبقى he will burn it، هو متأكد إلى حد ما يعني. I am still not feeling very ill، أنا حاسس إن أنا مش كويس يعني. So I think I space the doctor sometimes this week. يبقى هنا هتصل بالدكتور. يبقى بصوا بقى معايا يا شباب، حته جميله قوي. I am still not feeling، انا حاسس ان انا مش كويس. في ناس هتلاقي كلمه سينك، هو اصلا كده كده ما فيش ويل يعني. ساعات بيجي كلمه ويل هنا، طبعا في دليل اهوت ان هو حاسس انه مش كويس، فباخد ام از ار جوينج تو، الفعل في المصدر. دي برضو حته جميله جدا كنت انا هاكل في الفيديوهات الاصليه برضو، كويس انها قابلتنا تاني. هلا سبيس اس تو اورجنايز ذا بارتي ات 7 تومورو. ذس از بص ارينجد، هو هنا موضح لي يا شباب. يبقى طبعا كمان الكلام هيبقى في المستقبل، يبقى الساعه 7 بكره، يبقى ويل بي هيلبنج. اي هافنت تايدد ماي روم يت، انا ما جهز او ما رتبتش الحجره بتاعتي حتى الان. بط اي برومس، كلمه برومس على طول اخد ويل والفعل في الايه؟ في الانفينيتيف. هو عايز يصحح احنا الفيربس، طبعا احنا قلنا هيجي الكلام ده في الامتحان على هيئه تكمله في القواعد. In the near future في المستقبل طبعا روبوتس اكيد طبعا هتبقى هنا will be performing، انا هكتب بس will يا شباب وركز، اوعى حد يفكر ان هي will بس، هي will وهنكتب be performing عشان حد يفكر ان ديت will. more and more tasks اللي هي بعض المهام يعني for humans. This space pose positive and negative effects. طبعا هنا have مش هينفع ان انا احط لها ing، يبقى this will have، هتحط برضو will ومعاها كلمة have يا شباب، كلمة have هتتكتب هنا. While robots space the boring and dangerous jobs. طبعا بينما الروبوتس will be doing، هيبقوا بيعملوا. لا احنا قلنا ان كلمة while هنا بيجي معاها الياما التانية مضارع مستمر، هتلاقيها موجود عندك فوق واحنا شرحنا ميم شويه، هتبقى ار وبرده فيربز اي ان جي، الفيرب ده موجود معانا هنا. هيومنز الناس يعني او البشر سبيس بي ديفلوبنج مور تايم تو سولفنج ذا بروبلمز ان ايرث، طبعا هيبقى ويل بي ديفلوبنج برده هنا الكلمتين ماشيين معايا يا شباب دول. On the other hand على الجانب الآخر the widespread use of robots، الاستخدام الكتير للروبوتس space a lot of future unemployment، أكيد هنا طبعا will create هيخلق برضو مع كلمة create، هنا هحط الفيرب create. Man should decide what he space with robots، يبقى هنا ما دام في كلمه يكرر يا شباب يبقى is going to do، is going to، وكلمه do هكتبها بقى بالمره، هي كلمه صغيره اللي هو كلمه do اهي، اوعى حد هنا يفكر ان دي will بس او الكلمات دي كلها. شوف مع بعض كده الترجمه. Experts suggest solutions to the food problem in the future and that new and innovative plans must be prepared so that people can eat less food but with better and traditional value او traditional traditional ايه untraditional value. طيب نشوف كده مع بعض. سوري سوري nutritional، انا الاخر قلت لها un، سوري nutritional اللي هي قيمة غذائية عالية يعني. طيب نجيب كده مع بعض كده يا شباب.
يقترح الخبراء حلول طبعا لمشكلة الغذاء في المستقبل، وأنه يجب إعداد خطط مبدعة أو مبتكرة جديدة حتى يتمكن الناس من تناول كميات أقل للس فود، ولكن أو كميات أقل من الطعام، ولكن بقيمة غذائية عالية أو أفضل يعني. سيتغير حتما شكل ومكونات الطعام في المستقبل نتيجة لوجود الطعام المحسن وراثيا وتغير المناخ واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لإنتاج أنواع جديدة من المحاصيل. أكيد طبعا هي كلها أكل مش حلو. طيب نبدأ كده يا شباب. The shape and components COMPENES اللي هي مكونات يعني of food will surely change in the future as a result of كنتيجة لي the presence of genetically modified food genetically. طيب هي ديت صعبة شوية، هنكتبها لكم. يبقى the shape and components of food will surely change، هيتغير in the future as a result of the presence of genetically. genetically اللي هو مهجن وراثيا، genetically modified، معدل. الكلمات دي مهمة يا شباب. food climate change اللي هو تغير المناخ، climate change and the use of modern technology. ان في اللي هو ايه بقى، ان agriculture agriculture to produce عشان ننتج new types of food crops new types of crops. كده يا شباب نكون راجعنا على الوحدة الثالثة. أتمنى يكون المحتوى عجبكم، ولو في أي حاجة اكتبها لي في الكومنتات، وما ننساش بقى لايك للفيديو، والناس تحاول تشير لينك القناة لزمايلها لو في حد يعني يعرف حد لسه ما بيتفرجش على قنوات. وإن شاء الله تباعا هننزل بقية الإيه الوحدات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.